فعلا انا عضو لجنه الحكام بالاتحاد الافريقي لكره القدم. ما قيل وما يروج وما يكتب في بعض الصفحات من ناحيتي لا اساس له من الصحه وباطل، لانني لم ابعث باي رساله سواء للتهنئه او للتوبيخ في مباريات الوداد والنادي الافريقي التونسي. كل ما في الامر انني طيله اطوار المباراه بعثت الى مجموعه المسؤولين في اللجنه والاتحاد مجموع المحاضرين المتواجدين معنا في لجنه الحكام ومدير الحكام بالاتحاد الافريقي، بعثت له بلقطات مباشره سواء تعلق الامر بالهدف او بركله الجزاء او بحالات الطرد. لماذا؟ اولا لمشاهده الحاله قبل نهايه المباراه، ثانيا للاستعداد لمخاطبه الحكام بعد المباراه. هذا هو فعلا عملي انا في اللجنه، ليس هو التعيينات. اللجنه مقسمه على مجموعتين، فيها مجموعه ديال التطوير وفيها مجموعه اللي هي مكلفه بالمناطق اللي هما سون دي ريسبونسابل دو زون اللي هما تيديروا التعيينات. انا ما لست في تلك اللجنه، من يقوم بشمال افريقيا هو المصري عماد عبد الفتاح، اما انا ونائب الرئيس اللي هو ليم، فنحن مكلفون بالتطوير، ببرامج التطوير، ببرامج التداريب، بالاشياء التي يجب ان يقوم بها الحكام، سواء الحكام او المراقبين او المحاضرين للحكام، كل ما في الامر. وانا تنظن على انه ليس من الاعراف ان نبعث برسائل الى الحكام بعد نهايه كل مباراه.